ودلوقتي هنعمل مبطن صح كده؟ ايه مبطن، تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. واحنا شغالين كده ايه، هنقعد ندردش كده انا وابتهال بالحاجات الجميله اللي بيعملوها في الافراح والكلام ده كله. محتاجين كيلو، يكون كيلو بطاطس، وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، واربعه بيض بس عايزاه مفصولين صح؟ عايزاه الصفار لوحده والبياض لوحده. وعندي 150 جرام من البقسماط، 150 جرام يعني حوالي مثلا يعني نص كوبايه من البقسماط. وعندي معلقه ملح، معلقه كركم، معلقه فلفل احمر اللي هو البابريكا صح كده؟ صح. ولا شطه؟ لا عادي كيف ما تبي يعني، هذه حاجه يعني ترجع شطه او بابريكا بالظبط. و50 جرام من السمنه، يعني حوالي 3 4 معالق كبار كده من السمنه. والزيت طبعا للقلي يعني صحيح. مكتوب 3 لتر بس طبعا اي زيت للقلي، زيت غزير يعني. وعندي 2 حزمه بقدونس مفرومه و250 جرام من البصل، يعني برضو بصلايه كبيره او بصلتين كده وسط. وعندي 20 جرام معلقتين من النعناع الجاف المجفف او معلقه كبيره. تعالوا نشوف كده ايه هنشتغل ازاي واحده واحده كده. قولي لي بقى هنعمل ايه. المبطن او البطاطا المبطنه. البطاطس محشيه من جوه. ايه بقى؟ لحمه معصقه. أوكي. اللي هي انت نفس فكره بتاعكم بس نيه هتكون. انت فاكره صينيه البطاطس اللي بيعملوها زمان باللحمه المفرومه زي الكفته كده، زي بتاعت نفس البطاطس الفكره بالكفتة. بس احنا البطاطا نفتحوا فيها ونحشوا فيها من داخل باللحم. تمام. بس اللحم بيبدا هنستعمل ايوه اللحم يبدا فصط الدباير بتاعها كامله، بعدين نحطوه في الدقيق والدحي ونحطوه طب نقلو. يلا نبدا فيه. يعني عندنا لحمه مفرومه بس مش هتعصجيها، هتعمليها على الني في الني كده صح؟ لا لا مش طايبه. تمام. على فكره في اللي يدير فيها طايبه. انا ما يعني في ناس هلبة يدير فيها طايبه، يطيبوها نص طياب ويحطوا لها تحطي عليها صفار البيض بالظبط. اوكي. نحطه شوية بصل. تمام. نجيب لك سكينة. حاضر. معلوس. احنا حطينا الزيت على النار عشان يسخن. ايه بس ما تخليش يسخن هلبة، لأن لما يسخن هلبة راه هو لا مش هيسخن يحرقها. ما تقلقيش. يبقى احنا حطينا اللحمة المفرومة وحطينا عليها البصل والبقدونس وصفار البيض. بالظبط. تمام. مش محتاجين ولا كبه ولا حاجه، بايدينا كده. لا لا مش محتاجه. تمام. لان كل ما تكون خشنه شويه احلى. فهمتي. حطينا الكركم. بالظبط. اوكي. فلفل زي ما قلت لك على حسب الرغبه، الفلفل الحار او بابريكا، يعني يا شطه يا بابريكا اللي انتوا حابينه. بالظبط. تمام. الحاجات اللي انت استخدمتيها كده هرجعها ورا. نبي شويه ملح. عايزه ملح. احط لك شويه ملح. فلفل اسود؟ لا ما بسيط. انت ما تحبوش قوي. إيه؟ طيب. بالنسبه لي انا ما طيبش. انا ممكن اساعدك. انا بالنسبه لي الفلفل الاسود اصلا ما نحبش نطيب بيه. اوكي. رغم انا في اللي يحبوه على خاطر هو ينحي الزفاره وينحي بس هو بتعب يعني المعده. طبعا هو كتره طبعا مش حلو طبعا. بالزبط. اكيد. نبو شويه سمن. تمام. احط لك السمن عليه؟ ايه شويه. اسيح لك شويه ولا لا؟ تمام لا عادي تو تسيح بروحك كده ولا اكتر؟ لا لا ست. تمام. وسبحان الله الاختلاف في الاكل راهو من كان لمكان، مش من بلاد لبلاد، من بيت لبيت. صح صح. يعني انت لما طب انت مع ان احنا يعني نعمل اللي احنا عايزينه شويه في كذوقنا في الاكل ولا لازم نلتزم بالوصفه بحذافيرها؟ عمري في حياتي ما التزمت بوصفه. عمري في حياتي ما عملت حاجه لها، يعني حتى لما حد يقول لي حاجه لازم اجود معاها. ايوه ايوه ايوه. ما اقدرش. انا ناس كتير يعني بقابلهم بصراحه ومعظمهم من البلاد العربيه بيبقوا متمسكين بالوصفه زي ما هي، يعني لو في رشه فلفل او رشه ملح او اي حاجه تغيريها يقول لك لا، لا مش بتعمل كده، ما ينفعش نحط دي. ببقى دايما بحب اسال يعني انتوا نفس القصه ولا لا؟ لا ما اقدرش. ما لو ما تفلسفتش في الحاجه. أيوه. ما بحسش انها ان انا بعمل حاجه، فاهمه؟ بحس اني بطبق بس. يعني مش ان انا بخترع حاجه وبعمل حاجه. مفيش اي كرييت في الموضوع. بتحبي تزودي حاجات من عندك. وبعدين وبعدين هناخد استاذ حسين وهنكمل على طول. استاذ حسين صباح الخير. يا شيف الله ينور عليكم. والله الحلقه مرضى. الله يخليك يا استاذ حسين. الله يخليك. الله ينور يا شيف. الله يخليك. الله يخليك.
عايزين نسال على المطبقه اللي بقى شيف اهو احنا بنعملها وهنعملها هنقولها بالطريقه الغربويه بقى صح كده؟ ماشي عينينا حاضر الله يخليك منورين كده يا شيف الله يخليك دايما كده الحاجات الحلوه دي عند حضرتك دي يا شيف الله يخليك الله يخليك تسلم تسلم ربنا يخليك شكرا يا ست الكل شكرا الله يخليك صباحك جميل يا استاذ حسين لا المكرونه رهيبه انتوا مش متخيلين انا شامه ايه زودها شوية سمنة مش كتير هنحط بقى شوية سمنة صباح الجمال مسميها أنا خلطة شادية خلطة شادية السمنة دي خلطة شادية صباح ده صاحبتي عاملة لي الخلطة دي بصوا السمنة بتسيح ازاي يا جماعة لا لا فظيعة بجد لحمة ضاني ممتازة مجرمة اهو كده هنقلب بقى شوية المكرونة دول اهو احنا بنسيب بقى فيها شويه صوص كده صح لا بخليها محببه يعني طيب. ناشفه يعني على قد وعلى فكره هذه برضو زي ما قلت لك هو ادوار على حسب الرغبه احط القرن الفلفل ده تبعي ده اهو احطه كده عايزين سكينه ونقلب. ايوه هجيب لك سكينه عايز تغيري الجلافز غيري اهو واحد تاني عايز سكينه صغيره ولا سكينه ايوه اوكي تمام لا تمام تمام هنقطع البطاطس بصوا عريضه كده بالشكل ده عشان تفتحها بس مش هتفتحيها للاخر لا مش هفتحها للاخر هفتح لها بق كده عشان احشيه شفتيها ايوه بس كده تمام اهي تمام اشيل لك بقى كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي دي مغريه جدا يعني البطاطس دي شفتها وهي بتتعمل كده قبل الهوا رهيبه برضه يلا لسه بياض البيض هتعملي بيه حاجه صح؟ هنقلي بيه في الاخير خلاص اوكي يبقى احنا هنقطع بطاطس ترانشات بس هنقطعها عريضه عشان تفتحيها الفتحه دي لحد ما تبقاش الاخر والخلطه دي الخلطه دي تعالوا نعيد عملنا ايه فيها حطينا بصل وبقدونس وحطينا صفار البيض وحطينا ملح وفلفل طبعا فلفل اسود زي ما انتم حابين وبابريكا او شطه وحطينا كمان عليهم شويه كركم تمام وشويه نعناع يابس وشويه نعناع جاف بس ما تكتروش النعناع عشان ما يمررش معاكم خدوا بالكم الموضوع ده سنه ريحه بس مش في اللي ما يديرش فيها على فكره الايه يا حبيبتي؟ في اللي ما يحطش في ناس ما بتحطش نعناع مش قلت لك كل يعني مش كل الناس يعني هجيب لك طبق نحط فيه الحاجات اللي احنا هنحشيها صح كده يلا بينا احنا ما حطيناش سوري احنا ما حطيناش الخبز اليابسه البقسماط اوكي المفروض نحطه شويه تحطي شويه بقسماط عشان يمسك شويه بالظبط لما نجي نقلي بالظبط تمام